بجد الترحيب بكل حضراتكم مشاهدينا الكرام، ويمكن العنوان الأبرز دلوقتي بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة إنه في بعض الطلبة ظهر لهم صفر في النتيجة اللي هم حصلوا عليها من خلال أي موقع، سواء يعني من خلال الموقع المخصص للحصول على النتيجة من وزارة التربية والتعليم، أو من خلال هنا منصة اليوم السابع، أو من أي من المواقع. المهم إن هم ظهر لهم صفر في النتيجة الخاصة بهم. في طلبة تانيين تم إلغاء امتحانهم بشكل كامل، يمكن في خلط شوية ما بين الطلبة اللي جابت صفر لأنها أصلا ما دخلتش الامتحان، وطلبة تانيين دخلوا الامتحان لكن يعني النتيجة بتاعتهم محجوبة، ده اللفظ اللي قيل لحد دلوقتي. ايه التفاصيل وايه الدار في هذا الموضوع؟ وزارة التربية والتعليم قالت ايه بخصوص هذا الامر؟ هنعرف كل التفاصيل دي من زميلنا محمود طه حسين، مسؤول ملف التعليم باليوم السابع. برحب بيك يا محمود واهلا بيك. انا يعني بس في البداية محمود، اعتقد في خلط عند بعض الناس ما بين الطلبة اللي تم الغاء امتحانهم لانه في مخالفات او ارتكبوا مخالفات في اللجان، وما بين الطلبة اللي ظهر لهم صفر، بيشملوا اللي عندهم حجب للنتيجة واللي اصلا ما دخلوش الامتحان، فممكن نوضح الفروقات دي؟ هو بس الفكرة انه في بعض الطلبة اتحجبت نتيجتهم، دول نتيجة مخالفات ارتكبوها في امتحانات الثانوية العامة وتم التحقيق فيها، وانه والوزاره قررت حجب نتيجه. في ناس اتحرمت من الامتحان مده سنتين، وفي سنه وفي ماده واحده. الوزاره قالت ان احنا رصدنا حوالي 1061 مخالفه خلال فتره الامتحانات. دول بتظهر نتائجهم محجوبه، وبالتالي المفروض ان هم لو عايز يشوف موقفه ايه بيقدم تظلم في الشؤون القانونيه، وبيتم فحص التظلم وبيترد عليه سواء بتعريف الطالب بنوعية المخالفة اللي ارتكبها والعقوبة اللي تم توقيعها، أو لو في خلط أو في مشكلة بيتم تصحيحها، والطالب بيتم إعلان النتيجة بتاعته ويرفع الحجب عن النتيجة بشكل كامل ويظهر للطالب نتيجة. لكن الطلبة اللي هم حاصلين على صفر في الثانوية العامة دول ممكن يكون طالب دخل الامتحان ومحاله ما جاوبش اساسا كراسه الاجابه، وبالتالي هو ممكن في بعض الطلبه تدخل الامتحان وبتلاقي نفسها مش قادره تجاوب، فبيسيب الورقه فاضيه فبتعمل له محضر وبيبقى نتيجته صفر في الامتحان، وبالتالي ده بيتغيب اصلا عن الامتحان يا استاذ محمود؟ وده غير اللي اتغيب في لا ده ده خلاص اللي متغيب خلاص بيتكتب متغيب وخلاص بيظهر ان هو متغيب. لكن الطالب اللي هو دخل وشاف الامتحان ولقى نفسه مش قادر يجاوب فساب الكراسه فاضيه، بيتحرر له محضر انه ساب الكراسه فاضيه، بس في النهايه بياخد صفر في الماده، وده من حق ان هو يدخل امتحان الثانويه العامه السنه الجايه طبعا لو ساقط في كل المواد، ويدخل السنة الجاية الامتحان ثانوية بالمادة بالدرجة الفعلية للمادة. لكن لو طالب دخل وجاوب وقال إن أنا أخدت صفر في الامتحان، ده طبعا يعني دي حالة خاصة، المفروض إن الطالب برضه بيقدم طلب تظلم وبيتم فحص ورقه بشكل كامل، وإن كان التصريح الإلكتروني يعني بيكون دقيق أكتر. بيكون دقيق، وفي نفس الوقت كان في يعني مرحلة مهمة وهي مراجعة بيانات الطلاب قبل التصحيح، وبالتالي هو ممكن يكون شايف نفسه انه جاوب صح بس ممكن يكون اجاباته غلط، ولكن خلينا نفترض انه جاوب على اكتر من سؤال صح ولقى نفسه جايب صفر في المادة او في النتيجة بشكل كامل. في الحالة دي هو لازم يقدم طلب تظلم أو طلب يعني طلب تظلم سواء في المديرية أو في الوزارة، وهيتم فحص الورق بتاعه، ولو هو ثبت ليه برضه إن هو ليه درجات بيحصل عليها. لكن فكرة الصفر ما أعتقدش إن هي موجودة، ممكن يكون الطالب يعني في بعض الطلبة بتلجأ لفكرة إنه يعني لا نتيجتي مش صفر، نتيجتي صفر وأنا جاوبت، وأنا ممكن يكون عنده تخوف من الأسرة شوية وبالتالي هو بيقول كده، وقد يكون عنده حق وبالتالي هو طريق.
اقصد انه لان انا كنت يعني هتفق معاك في النقطه دي، انه صعب شويه انه يكون حل كله غلط فياخد صفر. يعني هو بالتاكيد انه حاله الصفر دي ان هو ما حلش حاجه اصلا، لان هو لو كان حل في كل الامتحانات اكيد هيبقى عنده اخطاء، بالظبط فبالتالي يبقى في تحصيل درجات حتى لو بسيطه يعني. بالظبط. يعني هو مستحيل ان هو يكون دخل الامتحانات كلها، الثانويه العامه كلها، وما جاوبش في اي ماده، وبالتالي صعب ان هو اساسا يكون يعني محلش. وبالتالي اعتقد انه الحاله دي، لا اما الطالب يعني ما جاوبش خالص، او الطالب مثلا هو مثلا ارتكب مخالفه وبالتالي مثلا سقط في المواد دي او في الثانويه العامه وتم حرمانه من الامتحان بشكل كامل. فهو المفروض على كل إن لازم الطالب يقدم تظلم، وبيتم فحص التظلم، وبيتم اطلاعه على الورق بتاعه عشان يتاكد لنفسه ان الورق بتاعه اللي هو حصل عليه على صفر في المواد دي. وبالتالي لازم هو ياخد الإجراء ده علشان الوزارة تقدر تساعده لو ليه حق يرجع له، ويقدر يساعد نفسه كمان. طب أستاذ محمود، المدة ما بين التظلم وما بين القرار الأخير اللي هيصدر عن الوزارة بيكون المدة طويلة، بتاخد تقريبا قد إيه؟ هو كل طالب بيتظلم على موقع الوزارة بيتحدد له موعد للاطلاع على كراسة الإجابة الخاصة بالمادة المتظلم فيها، بيبقى مثلا من توقيت تقديم التظلم للاطلاع بيبقى من يومين لثلاثة ايام. النتيجه بتظهر في النهايه بعد انتهاء التظلمات او الفتره المحدده للتظلمات والاطلاع، لان احنا عندنا مرحلتين. المرحله الاولى هي مرحله تقديم التظلمات، مرحله الاطلاع على كراسه الاجابه، المرحله الاخيره وهي مرحله النتائج بتاعه التظلمات. ثلاث مراحل دول مرتبطين ببعضهم، ودول بيتم إنجازهم بشكل سريع، يعني مش كتير عشان فكرة التنسيق والدرجات. يعني كمان احنا لسه عندنا يعني ثلاث مراحل للتنسيق، مرحلة أولى وثانية وثالثة، وأي طالب بتظهر له درجات بينسق على الدرجات، سواء حتى لو مرحلته انتهت. لو هو مثلا مرحلة أولى وتظلم ونتيجة التظلم اتأخرت وزاد درجات بعد ظهور نتيجة التظلم، بينسى وفقا للدرجات اللي حصل عليها بشكل كامل يعني. وبالتالي هو وبعد كده يرجع مرة تانية ويدخل أو يسجل في تنسيق المرحلة الأولى؟ هو لا هو فكره انه وزاره التعليم بتختار مكتب التنسيق انه في طالب درجاته زادت، وبالتالي لو هو كان منسق مثلا على كليه معينه والكليه دي ما جاتش، ولكن بعد التظلم وجات له كليه تاني، ولكن بعد التظلم درجاته ارتفعت، فخلاص بيتم تسكينه على الكليه اللي كان مختارها وفقا يعني ترتيب الرغبات. وبالتالي كده يبقى التنسيق تم وفق الدرجات الخاصة بكل طالب. يعني أعتقد إنه التنسيق الإلكتروني ما فيهوش يعني تبقى زيادات في الدرجات. ممكن لو هيبقى في مثلا زيادات، ممكن تكون في المواد، في الجزء المقالي اللي تم تصحيحه من خلال معلمين، وده طبعا بيبقى كمان نادر، انه حتى هم كمان كانوا بيصححوا بشكل الكتروني. ولكن طبعا التظلم ده حق، ما يعني حق مكفول لكل طالب، من حقه ان هو يقدم تظلم، من حقه ان هو يطلع كراسه الاجابه، من حقه ان هو يتاكد من الورق. في حاجه مهمه جدا وهي فكره انه كان لكل طالب، يعني كل كراسه اجابه خاصه بالطالب في باركود خاص بيه موجود، في كمان مراجعة الدرجات، مراجعة البيانات قصدي، قبل أعمال التصحيح. فكل ده بيؤكد إنه هي كراسة الطالب، سواء هو مثلا بيدعي إن دي مش كراسته، أو حصل على صفر، أو أنا اتظلمت في الثانوية. في هناك عوامل فنية موجودة في كراسة الإجابة، ده بتخلي الوزارة يعني تقول إنه لا، دي كراسة الطالب، ودي ده الباركود بتاعه، وده ورقة وده رقم جلوسه، وده البيانات بتاعته.
وأعتقد إن أصبح إن جزء كبير على الأقل من خلينا نقول تأخير إلى حد ما، على حسب ما اعتبروا بعض من الطلبة وحتى أولياء الأمور، إن النتيجة يمكن ما ظهرتش في نفس المدة وفي نفس السرعة بتاعة السنة اللي فاتت، كان جزء كبير منه مراجعة أصلا الدرجات، فهيبقى بنسبة بالظبط. بعيدة شوية إن يكون في خطأ إن دي مش كراسة الطالب الفلاني. وفي حاجه كمان مهمه جدا، ان هو انه الكراسات الاجابه بعد ما بتطلع من لجان الامتحانات بيتم تصويرها في الكنترولات والاحتفاظ بنسخه منها في الكنترولات، وده كمان مرحله سابقه على فكره التصحيح ورفع الارقام السريه للكراسات الاجابه وكل ده. بالتالي لسه الورق زي ما بيقولوا كده خام، وصور والوزاره بتصور ورق الطلبه كلهم وبتحتفظ بنسخه منها في الكنترول. ده كمان علشان لو اي طالب قال ان دي مش كراستي، او انا واخد صفر، او تم تغيير كراسه الاجابه، كل ده دلائل لحفظ حق الطالب اولا، وكمان يعني تاكيد على انه الاجراءات اللي بتتم اجراءات سليمه. طيب يعني قبل ما اختم معاك يا استاذ محمود، هل التظلم للطلبه اللي حاصلين على الصفر هل بيقتصر على مواد محدده او ليه نسبه معينه او عدد معين في المواد، ولا ممكن يتظلم على المواد كلها؟ لان زي ما قلنا في طلبه حاصلين على صفر في كل المواد، ففي لا حد ادنى واقصى لعدد المواد اللي لا فيها. لا لا، هو التظلم متاح للطالب في اي ماده، اي طالب عايز يتظلم حتى لو هو من اوائل الثانويه العامه وعايز يتظلم على ماده 2 10، التظلم متاح للطالب في كل المواد الدراسيه لكل فئات الطلاب، سواء هو مثلا ناجح من الدور الاول او الدور الثاني او راسب او من اوائل الثانويه العامه، التظلم متاح لكل الطلاب بكل فئاتهم. هو بس بياخد الاجراءات المتابعه ويدفع رسوم تظلم 500 جنيه على المادة أو على كل مادة، وبيقدم على موقع الوزارة بعد ما بيفتح، وبينتابع موقع الوزارة لحين تحديد موعد للاطلاع على كراسة الإجابة. بيروح هناك الكنترول، بيتم تصوير كراسة الإجابة للطالب، بيكتب فيها الملاحظات بتاعته، بيشوف الكراسة بعينه وبيتابع وبيكتب الملاحظات دي، وبيستلمها منه مشرف الحجرة وبيتم مراجعتها من خلال فريق عمل متكامل داخل الكنترولات. جزيل الشكر ليك طبعا زميلي حسين مسؤول ملف التعليم باليوم السابع على مجهودك معانا بداية السنة، وطبعا على كل التوضيحات اللي أكيد الطلبة بيكونوا معنيين بيها خصوصا بعد ظهور النتيجة. بشكرك شكرا جزيلا. جزيل الشكر لكل حضراتكم على المتابعة، ودمتم دائما في أمان.